أما بالنسبة إلى أبي بكر، أولا أبو بكر هذا ليس باسم، ليس اسما لأبي بكر، وإنما هو كنية، وأبو بكر اشتهر بهذه الكنية. اسم أبي بكر كما هو المعروف أنه اسمه عبد الله أو عتيق. قال ابن حجر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة في المجلد السابع صفحة 38 في ترجمته إلى أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة، قال اسمه عبد الله وقيل عتيق بن عثمان. إذن هذا ليس اسما لأبي بكر وإنما هو كنية، فحتى لو كان هناك عند أمير المؤمنين من تسمى بأبي بكر فهذا ليس اسما للخليفة أبي بكر. الشيء الثاني أن الشيخ المفيد وهو من كبار علماء الشيعة قال في كتابه الإرشاد لما يذكر أسماء أبناء أمير المؤمنين في المجلد الأول صفحة 354 ذكر أيضا من ضمن أبنائه قال ومحمد الأصغر. من أبنائه هناك محمد وهناك محمد الأصغر المكنى أبا بكر. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يكن عنده ابن اسمه أبو بكر، وإنما عنده ابن اسمه محمد الأصغر كنيته أبو بكر.